السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هتكلم عن رؤية محددة، وهي رؤية أخذ الخبز في المنام. طبعا أنا اتكلمت في لقاء موجود على القناة في تفسير رؤية الخبز لكل شخص على حدة، وكان اللقاء ده كان مهم جدا لأن كان فيه معلومات قيمة للغاية. لكن النهاردة عاوز أتكلم عن رؤية أخذ الخبز في المنام فقط. فالنهاردة هتكلم عن حوالي 13 رؤية في قضية أخذ الخبز في المنام. أول حاجة، لو إن البنت العزباء رأت أنها تأخذ خبز من جدتها أو من جدها، طيب شافت جدها أو جدتها في المنام هو بيعطيها خبز في المنام، هذه الرؤية تدل على تحصيل علم نافع، بمعنى إن هي سوف تتفوق في الدراسة. وأحياناً تدل هذه الرؤية على الوظيفة أو العمل لو أنها أكلته، يعني بعد ما جدتها أعطتها خبز في المنام أخذت الخبز وأكلته. كونها إن هي تشوف الرؤية دي قبل ما تأكله دي إن هي هتتفوق في الدراسة، لكن لو أخذت الخبز من جدتها وأكلته هذه وظيفة إن شاء الله تبارك وتعالى. اثنين، رؤية البنت العزباء أنها تتقاسم رغيف من الخبز مع شخص معروف، هذه الرؤية من أفضل الرؤى اللي تتمناها البنت العزباء. ليه؟ لأن هذه الرؤية تدل على الزواج من هذا الشخص لأنه معروف بالنسبة لها. أنا ذكرت في الرؤية إن هي تتقاسم رغيف خبز مع شخص تعرفه، فهذا زواج من هذا الشخص إن شاء الله. ثلاثة، رؤية المرأة المتزوجة تخبز الخبز تدل على ارتفاع شأن زوجها، وقيل تدل لها على الرزق والمال إن شاء الله تبارك وتعالى. أربعة، رؤية المرأة المتزوجة أنها ترى زوجها يشتري لها خبزا، هذه الرؤية تدل على المال الحلال الذي سيأتيها في الطريق أو المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب خمسة، والرؤية دي خاصة بالمرأة المطلقة، لو إن المرأة المطلقة رأت أنها تأكل من الخبز تدل هذه الرؤية على صلاح الحال، وتدل أيضا على تغيير الحال إلى الأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا هناك رؤية، وهذه الرؤية السادسة وخاصة برضو بالمرأة المطلقة، لو رأت أنها تأخذ رغيف من شخص مجهول، هذه الرؤية من أفضل الرؤى اللي من الممكن تشوفها المرأة المطلقة. الرؤية دي تدل عليه، تدل على السعادة، تدل على السعادة كون المرأة المطلقة تأخذ رغيف عيش من شخص مجهول، هذه الرؤية تشير إلى أن هناك سعادة في انتظارها إن شاء الله تبارك وتعالى. سبعة، رؤية الرجل أنه يصنع الخبز تدل على عمل فيه خير كثير سيعود عليه بالربح والمنفعة إن شاء الله. ثمانية، قيل نفس الرؤية للرجل أنها تدل على ترقية في العمل لو أنه يعمل أو موظف حكومة، يعني قول أنه هو يشوف أنه هو بيصنع الخبز ده خير عموما. طيب نفترض أن اللي شاف الرؤية دي رجل موظف، هذه الرؤية تدل له على ترقية في المناصب إن شاء الله. تسعة، رؤية الرجل أيضا المتزوج أن زوجته تقدم له خبزا، شاف الزوج أن زوجته جايبة له خبز وتقدمه له، هذه الرؤية تدل على السعادة له ولها إن شاء الله. عشرة، رؤية المرأة الحامل أنها تشتري خبز، هذه الرؤية تدل لها على الحظ الجيد، على الحظ السعيد، على الفأل الجميل إن شاء الله تبارك وتعالى. وقيل أن هذه الرؤية تدل للمرأة الحامل أيضا على الفرج إن شاء الله، وكأن هذه المرأة في هذه الفترة التي رأت فيها الرؤية أنها سبحان الله عندها مشاكل وعندها هموم، فهذه الرؤية تبشرها بتفريج الهموم إن شاء الله تبارك وتعالى. 11، رؤية الشاب أنه يأكل من رغيف من الخبز، هذه الرؤية تدل له على طول العمر، بس بشرط أنه هو شاف أنه هو بيأكل رغيف في المنام والرغيف ده مش راضي يخلص، هو في المنام ما قدرش يكمله. هنا نقول بأن الرؤية لك يا أيها الشاب الأعزب أنها تدل لك على طول العمر،
ان انت تشوف ان انت بتاكل رغيف من الخبز اخذته من شخص فبتاكله، وفي المنام او في الحلم انت ما خلصتوش وقمت من الرؤية وانت لسه بتاكل في الرغيف. هنا نقول ان هذه الرؤية تدل لك على طول العمر ان شاء الله تبارك وتعالى. 11، رؤية اعطاؤك للخبز. كل اللي فات بتكلم عن ان لو حد اعطاك خبز، هنا بقى هنبدأ نتكلم عن ان انت لو انت اللي اعطيت لشخص خبز، اعطاؤك الخبز لشخص تعرفه تدل هذه الرؤية على مدى الترابط والحب الذي سيكون بينكما. الشخص اللي انت اعطيته خبز في المنام هيكون بينك وما بينه مودة وترابط وحب. يطلع هو ايه مش موضوعنا، المهم ان انت شفت شخص تعرفه وتعطيه خبزا. 12، رؤيتك لفتاة وتعطيها خبز. لو انك لم تتزوج سوف تتزوج من هذه الفتاة. كون ان انت شاب اعزب ترى في المنام انك تعطي لفتاة معينة معلومة لديك تعرفها، اعطيتها خبز في المنام، هذه الرؤية تدل لك ان شاء الله تبارك وتعالى على ايه؟ على الزواج منها ان شاء الله. 13، ودي الرؤية الاخيرة، رؤيتك بتوزيع الخبز. هذه الرؤية للرجل المتزوج. كون ان انت ترى في المنام انك توزع الخبز على اهلك، فانت شخص تقوم بتوزيع المال على اولادك في حياتك، وكأن انت بتوزع التركة بتاعتك على اولادك قبل ما تموت، فلان هياخد كذا وفلان هياخد كذا وفلان كده يعني. فكون ان انت توزع الخبز على اهلك فانت توزع المال بينهم في حياتك. هذا اذا كان صاحب الرؤية رجل. طيب لو المرأة المتزوجة هي اللي شافت الكلام ده، او المرأة المطلقة او المرأة الأرملة، لو إن هي اللي شافت الرؤية دي إن هي بتوزع الخبز على أولادها، هذه الرؤية تدل على أنها تقوم بالتضحية من أجل أولادها. دي كانت رؤية أخذ الخبز في المنام أو إعطاء الخبز في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.